اتعرض عليا المنتخب الاولمبي اتعرض يعني قبل تولي كبشاوي غريب الاداره الفنيه اتعرض عليا وكان العرض مباشر من المهندس هاني ابو ريده. ولكن ما ينفعش ابدا ان انت يبقى المدير الفني لمنتخب مصر بيتقاضى 140 الف دولار والمدير الفني للمنتخب الاولمبي بيتقاضى 10000 دولار. يعني مين النهارده؟ انت النهارده بتعرض ارقام في المنتخبات الناشئين ليه النهارده المدربين الكبار والمدربين اللي شغالين؟ يعني انت النهارده في عندك نوعين من المدربين، في مدربين شغالين وفي مدربين الانديه خلاص ما بتعرضش عليهم. المدربين اللي الانديه ما بتعرضش عليهم هي اللي بتتوجه لاداره لمنتخبات الفئات السنيه الاقل عمرا. لان المقارنه بين السالاريز وبين المرتبات النهارده ما هو ماشي اوكي، في جزء مهم اللي هو جزء الفني اللي انت هل الستيب دي صح ولا لا في الوقت ده بالنسبه لك اوكي، بس في جزء مادي. النهارده ما ينفعش ان انت تعرض على المدير الفني للمنتخب الاولمبي 10000 دولار اللي هي حوالي 170 الف جنيه او اراوند الفيجر ده والرقم ده وتتوقع ان مدير فني شغال وشغال بارقام اعلى بكتير ان هو يقبل المهمه. صعب.